السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل جولتنا مع عطارين قاهرة المعز اللي ليهم تاريخ طويل، ومنهم عسكرية للعطارة الشرقية اللي تم تأسيسها 1887. وزي ما قلت قبل كده كتير، عندنا محلات ما شاء الله عمرها من عمر دول. الحاج طارق عسكرية هيقول لنا في الجزء الثاني ده بعض أسرار التوابل، وهيعمل لنا خلطة توابل سحرية هنشوف مكوناتها مع بعض. يلا بينا نبدأ. بسم الله. ده عامل كم؟ ده 160 140 140 140 140 اللي هو اللوزة، اللي هي الورقة المقفولة. أسواني، وده برضك أسواني بس الورقة المفتوحة. ده مقفولة ولا مفتوحة؟ اه فتحة وغمقة منها فيها. صحيح، ده أغمق شوية. وده؟ وده نفس الحكاية، ورقة مفتوحة اللي هي فتحة مع غمقة. ده 140 صح؟ 140 اه. وده 140؟ 140. ده سوداني. اه. ده من السودان. اه. ده دوم؟ ده دوم. ده دوم أسواني. دوم أسواني. اه. كيلو بتاعه 60 جنيه. ده بتعمل خروب؟ ده 48 خروب وبروسي. وبروسي. مش مصري. مش مصري. لأن في خروب مصري. أنا قلت كم؟ 48. وده؟ ده 60. ده 60. ده أسواني عشان في منه سوداني. اه. سوداني أرخص. أرخص بكتير. وأقل جودة. أرخص بكتير، ولما يتعمل بيحتاج إيه؟ الشبشب ممكن ياخد له نص كيلو سكر، كيلو سكر. أها. ياخد سكر كتير. ده معسل. ده معسل. حلاوته منه فيه. اه. وده برضه. وده نفس ده. ده خروب. اه. وبرسي. ما شاء الله. بتدفقكم بتحط على المغاد، بتحط على خلطة كبسة، على خلطة فراخ. ده عامل كام حاجة؟ ده عامل 90 جنيه. 90 جنيه. بس أغلبية الناس بتاخده مطحون، يعني بتاخده سيح. ده هو مطحون، أنا عارفه مطحون. ماشي، اتفضل. ده إيه؟ ده رز بسمتي. ده رز بسمتي؟ ده عامل كام الرز؟ الرز البسمتي بكام؟ 70 جنيه. 70 جنيه. ده جنزبيل. جنزبيل. ده جنزبيل وده خلنجان. اسمه ايه؟ خلنجان. خلنجان؟ خلنجان اه. ده نوع من انواع الجنزبيل؟ لا، ده بيتحط على البهارات. على البهارات. وبيخش في خلطة فراخ مشويات، فراخ عادية، كبسة، بيخش في خلطات كتير. ده بكام ده حاج؟ ده بـ80. 80. ده الجنزبيل. ده الجنزبيل. ده الجنزبيل. ده عامل كام الجنزبيل؟ ده عامل 90. 90. ده مغاد بقى. مغاد؟ اه. ده مغاد، ده تركي، وده أفغاني. طب كم؟ ده 220 وده 260. 260. ده روزماري اللي هو حصى اللبان. ده بيخش في خلطات البهارات. اه طبعا. وأساسي في خلطة الفراخ، وبيخش في علاجات. بيخش في علاجات الأكل الإيطالي كله لازم الروزماري. وبيخش في علاج الأعصاب. ده كم؟ ده 80 جنيه. 80 جنيه؟ ده فلفل أسود. ده فلفل أسود هندي. هندي ده عامل كم الهندي؟ ده عامل 140. 140؟ وفي منه نوع تاني ب 160. دي حاجة اسمها عود أورنتي. آه. البديل بتاع الأورنتي. ده بديل الأورنتي. آه. أو شجرة الأورنتي نفسها. آه. الثمرة نفسها. آه. دي بيخش في البهارات. ده عامل كم الأورنتي؟ ده عامل 90 جنيه. 90 جنيه. لأن الأورنتي نفسه عامل 400 جنيه. آه. ده ليمون. ليمون ناشف. ليمون آه. بيخش في خلطة الكبسة، في بعض الخلطات بتاعت البهارات. دي حاجة اسمها شمر. 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 ده بكام الشمر؟ ده بـ80. والليمون ده بكام؟ ده بـ60. ستين. ده كمون بلدي. آه. كمون بلدي ده بـ200 جنيه. 200 جنيه. بس بلدي بلدي. ما شاء الله. ودي كزبرة بلدي. 70 جنيه. 70 جنيه. ما شاء الله. ده ينسون. ده ينسون. تمام. ده عامل كام؟ 90 جنيه. 90 جنيه؟ ما شاء الله.
ده السمسم بس هيكملوه دلوقتي آه. لسه خلصان سمسم محمد ده عامل كام السمسم؟ ده عامل 100 100 ده القرم ده 400 جنيه 400 جنيه دي قرفة سيجار اه دي اسمها قرفة سيجار اللي هي بتبقى مبرومة كده ايوه مكروه. دي عاملة كام؟ دي عاملة 200 جنيه 200 جنيه دي حلبة حصر حلبة حصر اه حلبة حصر دي بكام يا حاج؟ دي ب25 25 دي مشروبة على الريق يعني اللي بياخدها وبيستعملها اول ما بتعيد. لو ياخد منها كوبايه الصبح على الريق يشرب الماء بتاعتها وبعدين بالمعلقه يروح واكل الحلبه نفسها تشفيه من امراض كتير جدا 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 بالذات امراض الثدي والله والقولون فيها شفاء في حاجات كتير بس مع الاسف ما حدش اه كان زماننا اساسي ولغايه دلوقتي في ناس اساسي دي كزبره مستورده يعني البلدي عمره 70 برضه 70 اه دي القرفه دي قرفه غير القرفه السيجار شفناها اه دي قرفه سيجار عيدان دي 140 جنيه 140 الثانيه قلنا 200 200 ده عصفور ده انا بسميه الزعفران المصري ايوه اه اللي هو بقى الشعبي اه ده عامل كام العصفور عامل 200 200 دي حبة البركة حبة البركة اه برضه ليها فوائد كتيرة جدا جدا ولما بتتأثر على البارد ويتاخد منها بس مع الأسف أغلبية الناس بتستعملوها غلط ايوه لأن دي المخبوزات المخبوزات وكده إنما لما بتتأثر وتتشرب عشان الصدر والكحة وكده المفروض بياخدوا بالقطارة من نقطة لنقطتين ويستحسن نقطة من نقطتين على كوبات حلبة حصر على كوبات حلبة حصر تجري الصدر اه انما في بقى بياخد بيفتكرها كترها حلو بالمعلقة وبالغطا وشرب ده غلط غلط دي حاجة اسمها زر الورد بتخش في خلطة البهارات وبخلطات كتير خلطة فراخ كبسة محشي اسمها ايه؟ لحمة زر الورد 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 اه بس ده من مراكش من هنا ده عامل 160 جنيه 160 جنيه ده فلفل اسود برازيلي برازيلي؟ اه ده بكام ده؟ ده ب 140 والهندي ب 160 ده البندقر البندقر ده البندقر ده عامل كام لبان البقر ده؟ ده عامل 200 جنيه 200 جنيه ده زعتر زعتر ده زعتر تركي ده عامل كام؟ عامل 180 180 ده فلفل ابيض فلفل ابيض اه عشان ما يغيرش شكل لا ده حاجه وده حاجه ده بيتعمل بيه خلطات معينه واكلات معينه واغلبيه اللي بيستعملوا الشيفات في الفنادق والمطاعم أيوة الكبيره عشان ما يبقاش في السؤال اللي هو في الفلفل لا آه ليه ريحه وليه نكهه غير غير الفلفل الاسود خالص يعني ده لما يتحن وتشم وتشم ريحه مش حلوه آه. انما في عمايل الاكل غير الفلفل الاسود خالص ده اغلى بقى حاجه اغلى بكتير ده بكام بقى ده ب 220 والاسود 140 و 160 اه اغلب كتير ده زعتر جبلي زعتر جبلي مصر آه. اه ده الريحه والنكهه بتاعته اعلى من الزعتر التركي اها مع الاسف الناس بس كانت مستغربه ده جبلي بتاعنا ولا ده البلدي بتاعنا اه بتاعنا. جبلي اه اه ده الجبل يعني ده, ده عامل كام ده؟ ده عامل 140 140 ده يتشم ريحته كده بالايد آه خطيره لو اتحط منه على الاكل بيعمل نكهه غريبه دي في حته تانية اه دي تمرين دي تمرين دي لما استورد دي حوالي 300 جرام 300 جرام دي عامله كام؟ تقريبا 25 25 تمرين دي بكام؟ 30 30 ده طبعا دبس رمان وفول صويا فول زيت زيتون فطور ده بكام ده؟ زيت الزيتون دي بكام؟ 25 والكبيرة بتاعتها ب 45 اه ما شاء الله كل حاجة اهو هي الواحدة ب 2 جنيه والواحدة ب 2 جنيه اه واحدة انما الكيلو ب 450 ده حبهان اخضر وحبها كبيرة ده عامل كام؟ ده عامل 460 دي خلطة بطاطس خلطة بطاطس اه خلطة معمولة واحنا عملناها مخصوص للبطاطس بطاطس المالية بعد ما بتتقلي وتتحط في طبق بتتربى عليها اه الاطفال بيحبوها قوي
ليه؟ لان في شركه منزله خلطه بطاطس بنسميها الشرق الاوسط. دي تركيبه كيماويه ما فيش اي حاجه خالص. طبعا كيماويات هتهري معده الاطفال. خلطه بهار. دي كبابه سنين. تمام. كبابة صيني. ده رنف. رنف. دي قرفة. ودي قرفة تاني. النوعين بتوع. النوعين اللي احنا شفناهم. نوعين القرفة. بلنجان. 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 السمسم فين يا حبيبي؟ مفيش لورو ولا ايه يا جدعان؟ روزماري. روزماري. ليمون. ليمون. لورو. لوري. لون اللوري ده بكام؟ لورو ب 100 جنيه. لورو زعتر. زر الورد. زر الورد. انا بحب احط الزعتر الجبلي. زعتر الجبلي. بيدي ريحه اكتر. بس تبقى جاهل بقى على فرقه او اللي انت بقى تعملها سبع بهارات. جوز الطيب. خلاص ماشي بس كده خلاص. عايزه اي حاجه تاني؟ لا انا ممكن تحط توم باودر. دي كده خلطة بهارات لأي حاجة في الأكل. مشويات. لا مشويات ليها حاجة تانية. طبيخ. ده للطبيخ للحمة طواجن الشوربة برضك ليها حاجة تانية. والحاجات الطبيخ اللي بتدمع. اللي بتدمع. اللي هي المسبكات وكده. إنما للشوي ليها خلطة تانية لازم تتحمص الأول. أيوه. عشان تبقى شوي. سواء لحمة أو فراخ. صحيح. خلطة الشوربة ليها خلطة تانية عبارة عن حبهان ورق لورا وجوز الطيب. فلفل ابيض. دي شويه صغيرين منهم بتخلي الشوربه تشرب الشوربه وتسيب الاكل. بكده نكون اتعرفنا على اسرار البلح واسعاره واسمائه وشفنا ياميش رمضان والاسعار بتاعته بالتفصيل. الفيديو هيطلع في دايره الاي. والنهارده نهينا بانواع التوابل واسعارها. اتمنى الفيديو يكون مفيد لحضراتكم وتكونوا استمتعتوا زي ما انا استمتعت بالتجربه دي. الف شكر لحضراتكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه. جزاكم الله خيرا وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.